مرحبا بكل من التحق بنا في استديوهات برنامج الماتينال. البحث انا مدام حنان العايش اللي هي صاحبه شركه اورغانيكا. مرحبا بك مدام. صباح النور فاطمه. صباح الخير. لاباس الحمد لله. اليوم تولي عندنا جديد مع اورغانيكا. اي عندنا برشا جديد. اليوم جيت باش نحكي لكم على 3 باك نتاع اورغانيكا، باش نعطيو ان باك كامله لل اونتي ريد ايدغاتونت والبروبليم نتاع الشوت نتاع الشعر. وكل عاده ديما البرودوي نتاعنا فار ومطلوب برشا لورغا سليم اللي هو خل الهندي البيولوجي، باش نحكيو عليه. دونك هذا كل باش نحكيو عليه بعد شويه بعد ما نتعرفوا على سي اسكندر بن الشيخ اللي هو مهندس معماري. مرحبا بك سي اسكندر. السلام مدام، شكرا على الاستضافه. عايشك الحمد لله تري بيان. اليوم نحكيو على السكن السلبي. السكن السلبي اللي هو شنو السكن السلبي؟ اللي هو يسمع سلبي ديجا يدخل بعض شويه مي سي با بيجوراتيف، حاجه باهيه ساعه. بالعكس السكن السلبي هو لابيتا باسيف ولا البناء السلبي اللي هو لا كونستركسيون باسيف. باش نجمو نفهموا لا كونستركسيون باسيف لازمنا نفهموا لو كونتكست اللي احنا فيه اليوم. نعرفوا اللي العالم وتونس قاعده تتعدى بازمه كو اقتصاديه كو اجتماعيه صحيه، واللي يهمنا احنا اليوم الازمه البيئيه. احنا اكزاكتومون سامحني، احنا اليوم تعدينا لي زاركتيكت، معناها لو برودوي كون بروبوز، معناها نقترحوه احنا اليوم هو السكن السلبي. السكن السلبي الديفينيسيون نتاعو هو سكن عنده الانرجي نتاعو عنده استكفاء ذاتي للطاقه. معناها ما نستحقوش نسخنوه في الشتاء ولا نبردوه في الصيف. او ميم طون السكن هذايا يحاول ينقص من لي ديبونس نتاع اللي يسكن فيه. ينقص في لي ديبونس او ماكسيموم، فيو كو كيما قلت لك ما نسخنوش في الشتاء وما نبردوش في الصيف. وزيدا يستعمل المواد البنائيه الايكولوجيه اي او ميم طون الصحيه، معناها تساهم زيادة في صحه اللي يسكن في السكن هذا. وعندنا المساكن هذه ولا فقط هي فكره وكهو؟ لا لا، موجودين هما تو في العالم موجودين، وبالعكس في العالم قاعدين الدوله تدعم في هال سو تيب دو كونستركسيون، قاعده تعطي في دعم. وفي تونس اليوم قاعدين اوني با اونكور 100%، ما فما هما دي بارامتر بور افوار هذايا اللابيل سكن سلبي. مازلنا ما عندناش دار فيها لي بارامتر هذوما الكل، مي فما كل واحد باش نشوفوا ان بو لي بوان اللي هما كيفون اللي هو سكن سلبي. باهي، خلينا باش نحكيو على سكن سلبي بعد شويه. ما قبل خلينا نمشيو بحذا لشيف. احنا نطيبوا في برياني سلبي اليوم، المصروف ياسر لا. دونك شيف فتحيه وين وصلنا معك؟ هوني بديت نفتل في البسكوي نتاعي، نجي ناخذ شويه بسكوي نبرمو كيما تشوفوا هكا. مش سلبي انت؟ لا لا، انا بوزيتيف ديما بوزيتيف. انا جو سوي تري بوزيتيف. الوغ هوني نجي نقصوه كعبات كعبات قد لي باش نعملوا كعبه البسكوي. كيما تشوفوا فيه هكا، معناها سنتي ونص، ونقص المكعبات نتاعي. من بعد نجي ناخذ نطبقها شويه، نحط فيها دو شيبس دو شوكولا، هذوما هالطوابع الجويدين هذوما اسمهم دي شيبس دو شوكولا ولا دي بوستيون ولا كل واحد شنو يسميهم، ونرميهم في وسط الكرومبول اللي الكرومبول هذا اللي هو اللي عملناه قبيليكا مع بعضنا، اللي هو بوغ نتاع كاكاويه وزبده وسكر وفارينه شكون اخر معاه كهو، خلطتهم مع بعضهم وشويه سكر. في سكر سكر فوالا، سكر وزبده نتاع كاكاويه وزبده عاديه زبده مريح وشويه فرينه وشويه لوز مقلي تلميذ نجيب. فوالا تلميذ نجيب. الوغ هذا الكل نجي نلف فيه البسكوي نتاعي كما تراو فيه هكا، من بعد نحط في وسطها الشوكولاته نسكر عليها بالكدا ما يلزمش تقعد لبرا، ومن بعد نجي نلفها في وسط الكرومبل هذا ونحطها في الطابع اون سيليكون. هذوما التوابع اون سيليكون نلقاوهم عند سياخ، معناها برشا فورمات، فما فورم دو كور، فما هكا، فما برشا برشا توابع مزينين، فما حاجات مزيانه ياسر ياسر. عنده الماتيريال نتاع الوتلا كيما ماتيريال ريستورونات، لي باتيسري، لي بولونجري، القهاوي، هذوما الكل نلقاهم عند سياخ. اي سورتو نلقاو عنده الحاجات الصغار كيما لي سيليكون هذوما ولا لي زاكسيسوار الصغار اللي معناها ربط البيت حاجتها بهم، يعاونوها على الخدمه فيها في الدار، وماهمش مكلفين ياسر سورتو. وتلقاو عباد تنصحكم باش توجهكم ما تشريوش اي حاجه ما تعرفوش تستعملوها. هنا نجي
نطبق الكعب هذوما كيما تراو فيهم هكا نطبعهم سما نطبعوا. قلت لك السياخ تلقاوه في بير بورقبه طريق حمامات والا في المنزه. الوغ امشيوا للسيار والا ادخلوا على الباج السياخ واختاروا الحاجات اللي تحبوهم وزوروهم سوغ بلاس وانتم تلقاو سعادتكم. نجي نرصفهم في طبق كوشتي قاعده تسخن في 180 درجه، نرميهم في كوشه سخونه ومن بعد نرجعوا نشوفوا كيفاش نخرجوهم هذوما. يعطيك الصحة، مشكورة شيف تحية. مشاهدينا نشوفوا هنا مع بعضنا البرياني وين وصلنا فيه. الدجاج قال لا طاب مع البصل نتاعو بالكدا بالكدا خذا في حياته. علاش قلت لكم طاب؟ على خاطر احنا باش نستعملوا لا رز البسمتي ما فيش روح، في سعي طيب. هنا التخطوخ ريحته خرجت بنينة برشا، يلزم ناخذوا له ماء سخون نمرقوه به، نعطيه حكاره نتاع الماء اللي يستحقوا هكا. احنا وكمية الرز باش نستعملوها بيان سيغ، دونك هكا نمرق انا الحكار اللي حاجتي به. ديما بحذايا شوفونت فيها الماء سخون، ناخذ منها الكميه اللي نستحقها. دونك هنا المرقه نتاعنا جاهزه وامورها واضحه. توا باش ناخذ ونحط عليها الرز اللي ديجا غسلناه نظفناه الرز نتاعنا. دونك هنا الرز بسمتي اليوم باش نستعمل، باش نحطوه على هالمكونات هذه الكل ونغطيوه نخليوه يطيب على نار متوسطة، مش نار هادية برشا ومش نار قوية برشا، نار متوسطة باش يطيب في حقه هذايا البرياني اللي حبيت نودكم به. احنا باش نرجعوا بحذا فاطمة، ونحب نقول الشيف فتحية خليك مع فاطمة خليك مع ضيفنا باش تفهم مش معناها سلبي على روحه لكن إيجابي للإنسان ومفيد لينا احنا. نمشيو لفاطمه. يعطيكم الصحه لي شيف. دونك باش نحكي نكملوا نحكيو مع سي اسكندر بن الشيخ على سكن السلبي اللي هو غروسو مودو هو سكن ايكولوجي حسب اللي فهمت. ايكولوجي هو لازمنا نفهموا اللي هو سي ان بروسيسوس دي ديمارش يصيروا انتر لارشيتكت واللي المواطن ولا البروموتور ينجم يكون تنجم تكون الدوله اللي باش يبني اي حاجه معناها في اللي باش يبني اي حاجه. البروسيسوس يبدا من التصميم من اول الفكره معناها من اول رونديفو نتلاقاو مع السيد هذا اللي باش يبني. احنا نقترحوا له ديجا كي لو بروميي كريتير دون لابيتا باسيف سي لو شوا دو ماتيريو. صحيح لو شوا دو ماتيريو كيفاش احنا في البلاد معناها تولدنا وكبرنا ونعرفوا كاين الياجور والسيمان وكل شيء اللي هما ماهمش دي ماتيريو رينوفلابل. فهمت شنو نقصد؟ احنا نقترحوا له فما عندنا اون لارج جام نتاع دوتخ ماتيريو ايكولوجيك وبا اللي موجودين في البلاد كيما باغ اكزومبل. نعطي ان اكزومبل نخدموا به برشا واليوم قاعد يلقى بلاصتو في المارشي وعندنا بوكو دو دوموند اللي هو البوا. نبنيو برشا دي كونستركسيون بوا ومش كان للسكن الثنائي معناها نتاع السيف. لا فما عباد تختار اللوح للسكن الاولي نتاعهم اليوم في تونس. لو شوا دو ماتيريو باغ اكزومبل لو بوا الي ستة مرات ايزولون اكثر من الياجور، ستة مرات معناها هذاك سو كي نو بيرمي باش احنا الشمس السخانه نخليوها في وسط الدار نتاعنا باش ما نسحقوش اون شوف لا ميزون ولا اون لا غوفخوادي. هذا ان اكزومبل لو شوا دو ماتيريو. عندنا ان اوتر كريتير لورينتاسيون باغ اكزومبل. ثاني حاجه نعملوها نمشيو للتيران مع السيد نشوفوا اون اورينتاسيون اوبتيمال. علاش؟ على خاطر الشمس منين تشرق منين باش تغيب، منين باش تشرق منين باش تغيب. هذوما حاجات بوتيتخ معناها نعرفوهم مي لازمنا نكونوا واعيين بهم في التصميم نتاعنا. على خاطر الشمس اليوم في تونس بارك الله عندنا بوبخي تسع شهور بوغ با دير حتى اكثر، تسع شهور شمس في العام على 12 معناها ثلاثة شهور بلا شمس هكا احنا اون فادير معناها. دوكو احنا نحاولوا التسع شهور هذوكم اون اون بروفيت نجيو نعملوا اون بون اورينتاسيون نحطوا معناها لي زيسباس دو في نتاعنا بيان اورينتي. راهو الشمس ماهيش زاد كان حراره، على خاطر الشمس زاد ضوء هذا يساهم في لو كونفور نتاع لو سيتويان معناها المواطن اللي هو باش يبني. في لورينتاسيون نجمو باغ اكزومبل زاد نحكيو على لي بانو سولير. احنا لو فوتو فولتايك اجوردي في تونس معناها ولات حاجه اساسيه حاجه لازمها تتوفر في اي دار اجوردي معناها في العالم اللي هي باغ اكزومبل فرنسا ما عندهاش شمس كيفنا وكيما في تونس ويوصل ينقص من الطاقه اللي نستهلكوها في الدار توصل حتى ل 90%.
نعرفوا هنا دي تيمونياج نتاع معناها عباد عندهم 10 سنين و 15 سنه يستعملوا في الطاقه ذي الشمسيه وين وصلوا عندهم لا برودكسيون اكثر من لا كونسوماسيون وصلوا يبيعوا الستيك في تونس وصلوا يبيعوا معناها للشركات هذوما احنا نجيو الكليون معناها ننصحوه هو فما مشكله اللي الانسان باش يبني دار ديجا يعلم بيه كان ربي اوني داكور احنا كي باش نقترحوا له الفوتوفولتايك عندنا ان ارغومون اللي هو سافا اتر رونتابل سور لو لون تيرم اش معناها رونتابل سور لو لون تيرم معناها صحيح هو اليوم باش يصرف اكثر فلوس باش ما قراش حسابه هو في من بعد باش تخلص الضوء كيما نخلصوا في العباد العادي اكزاكتومون اكزاكتومون احنا او بو دو 10 سنين ابوبخي ذاك خلصتوا الفوتوفولتايك وليت تبيع الستيك معناها بار اكزومبل حاجه تري امبورطون معناها حاجه اخرى في السكن السلبي مخيبه هي الكلمه نقول ايكولوجي خير ايكولوجي بي باسيف ميساج في السكن هذا نتاعنا نلعبوا على ليزولاسيون ليزولاسيون حاجه امبورطون برشا اللي باش يجي يبني المواطن معناها ما يقول ميسالش ميري ليزولاسيون بعد تحلها ربي تنصرف الوغ كو لي احنا اوني لا بور اورينتي دوني بور كونسيي المواطن هذايا باش كيما قلت لك ينفستي من الاول دون اون بون ايزولاسيون تكون ايكولوجيك وما لا ماجوريتي ايكولوجيك اجوردي عندنا دي زيكزامبل تيتر ديكزامبل لا لين دو روش لا لين دو بوا عندنا البوليستيرين زاد يعملوا بي ايزولاسيون فما ننصحوه باللو تيب ديزولاسيون بريسيز بور لو تيب دو كونستركسيون اللي يحب عليه فهمت هذايا حاجة تري امبورتونت كيس كي نو بيرمي دو كونسيرفي السخانة هذيك اللي بالأورينتاسيون نتاع الشمس نتاعنا خليناها في البرد وإلا البرد اللي ربحناه في الصيف سا نو بيرمي دو كونسيرفي هالسخانة ودي كون عاد نستعملوا كليماتيزور لا شوفاج ما عادش ولا حتى كي نستعملت راك نتاع بضعة بالحق دقائق معناها حاجة صغيرة برشا فما معناها دي سوليسيون اللي توا موجودين سيغ لو مارشي باغ اكزومبل عندنا زاده ازمه في البيئه اللي هي الماء صحيح احنا الماء معناها ملي احنا صغار كنا نتفرجوا في كالي بيبليسيتي على الماء واحد وداخلين بعضنا توا مفجوعين اسكي فغي معناها اللي نقولوا 2050 الماء باش ينقطع معناها اللطف يا ربي معناها المياه الباطنيه الكل قاعده تشيح المطر هكا ترى معناها بالازمه ذي البيئيه يدخل بعض سي بلو ان سيكل معناها بريسي احنا توا واش نعملوا؟ نقترحوا للمواطن ولا البروموتور كيما كنت نحكي لك نعملوا ان سيستيم دو كوليكت دو بلوفيال المطر اللي قاعده تصب في الشتاء ما تمشيش هكاك في الفارغ نجيو نعملوا لها سي ان سيستيم تري فاسيل تري فاسيل نعملوا الصلب نتاعنا باش يهبط الماء نتاعنا في الميزاب، الميزاب هذاك هذايا الموجود في لي كونستركسيون اوجوردي اكزاكتومون، سوف كو هذاك الماء في عوض يمشي شرشر على روحه، احنا نجيو يدخل تحت القاعة وعاملين له سيتيرنا نتاع ماء كبيرة توصل حتى 100 لتر و 200 لتر. اكزاكتومون، احنا هذايا معناها نحفرها، هذايا في بارتي من موجود في جربة في سفيقس موجود. احنا قاعدين توا نرجعوا لجدودنا، خاطر هما كانوا يخدموا. المنازل الايكولوجية هي ديار جدودنا قبل ما تحطوا الشمس. اكزاكتومون، هما ما كانوش عندهم لا كليماتيزور لا شوفاج، وكانوا يعيشوا على رواحهم معناها، احنا بدينا نرجعوا للحاجات هذوما وقاعدين نقترحوا كانوا يبردوا في القلة وكانوا يسخنوا بضوء الشمس وبرشا حكايات. اي هذوما الكل معناها لا فونتيلاسيون زاد نرجع لك جوست. هذايا سيتيرنا معناها تقع تحت القاعة ما تقلقش فيهم فلتر باش تنحي لنا كالوسخ اللي يهبط بتاتخ من المسطح توصل سيتيرنا غادي فما كيلكو فما تيو يدخل للدار وفما دوتخ في الجنينة باغ اكزومبل نسقيو بيه الجنينة نستعملوه في التواليت نستعملوه في نغسلوا بيه الصابون نغسلوا بيه الماعون نغسلوا بيه الكراب فهمت هذايا الكل معناها احنا اون اساي دانكولكي نحبوا نوصلوا ان سيغتان معناها التخمام اللي هو ايكولوجي اللي حتى شيء ما يضيع وكل شيء اون ميم طون كونترولي. هذا به برشا اسكندر اما توا الناس اللي قاعدين عايشين في ديزابارتمون مثلا شقق وغيره هي الاغلبيه
ينجموش معناتها الديار نتاعهم يوظفوا فيهم حاجات ايكولوجيه ولا صعيب؟ بالطبيعه ينجموا. احنا ديجا اللي توا عندهم دي زابارتمون فما حاجه، اما ديجا قلت لك لي بروموتور ماذا بينا يوليو من الاول يقراوا حساب الحاجات هذوما، اما اللي توا ساكنين ديجا ينجموا باغ اكزومبل الطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه باغ اكزومبل، باغ اكزومبل الفيتراج، الفيتراج احنا توا هو صحيح غالي في تونس الفيتراج سامبل وفما دوبل فيتراج ويوصلوا حتى تريبل فيتراج هو غالي، اما يقعد الشباك اكثر بلاصه فيه جسر الحراري ان بون تيرميك هو اللي يعدي برشا سخانه ويعدي الشمس ماهوش حيط معناها يقعد كان بالار. احنا نجمو ننفستيو في لو تريبل فيتراج هذايا باش نخليه سخانه ونخليه البرد ما يخرجش معناها يدخل الشمس ما نخليهوش تخرج. هذايا اتيتخ ديكزومبل معناها اي نجمو نعملو نجمو نعاودو ليزولاسيون معناها نتاعنا احنا توا معناها ولينا نخدمو ايتونشيتي صحيح اون توت اون ايتونشيتي باش حتى الحيوط راهو تتقرقش وكل نهار ترس كل عام ترسيلو هاو يجي راهو ما نعرف شنو هذايا تعمل اون ايتونشيتي مخدومه على قاعده دو لانتيغيور وتجي حتى في الاكستيغيور سا سفي معناها اون غوفي اون بتيت ايزولاسيون هذاك يساهم كدرع ان بوكليي pour protéger الدار pour معناها aider au bon vieillissement خاطر اي دار هي باش تكبر وباش تقرقش باش تتفتفت اما احنا نحبوا نوصلوها الدار هذيك في بالسياسه في عقلها dans de bonnes conditions تعمل le vieillissement هذا. فهمتك. مشكور اسكندر بن الشيخ مهندس معماري على اللي نقول احنا الدار الايكولوجيه الاقتصاديه اللي تعاوننا باش نعيشوا في معناتها اصدقاء للطبيعه واصدقاء لصحتنا هذا اهم حاجه اصدقاء اللي جيبنا. معقول برشا اسكندر. خلينا نرجعوا بعد لشيف. مرحبا بك فاطمه. اكيد مشاهدينا مرحبا مكملين مع بعضنا. البرياني قاعد يطيب ديما ننصحكم النار ماهيش هاديه برشا وماهيش قويه برشا متوسطه كان هذه راه بشوي المحلبيه وكان قويه برشا باش ينشح من الماء وما يطيب لكمش دونك ديما خير الامور الوسط هذايا البرياني قاعد امور واضحه بالنسبه للكروك مسيو قلت لكم اليوم باش نعملوه بطريقه خاصه شويه عندي هوني اباري حضرتها سواء بالحليب والا بالعظم كيف سامحوني سواء بالحليب والا بالكريم انا اليوم اخترت كريم فريش اخترت كريم ليكيد حطيت معها كعيب عظم كامله باش نفوحها شويه فلفل اكحل ولا فلفل ابيض اذا عندكم شويه ملح قرصة صغيرة مش كبيرة برشا هذوما الكل باش خلطهم مع بعضهم مليح خليه يتوزع الفاح بالقداء وهوني عندي الباندومي متاعي أمور واضحة خذيت اللي بالنخالة هكا هذية يترنخ الخبز متاعنا في الكريم وفي العظم دونك ناخو ديما البارتي اللي بديت بها الأولى هي نحطها في القاع بق نتاع كوشه يبدا حاضر بحذانا نكمل هذه الترنخ هكا على الجهتين ومن بعد باش نعمل لها عندي هوني شويه تن البدر بزيت النباتي هذايا نصفي له الزيت نتاعو للماكسيموم خليه يستقطر شويه كان تحبوا ناخذ منه الطروف نتاع تن نحطهم في قلب كعبات الباندومي هكا قلت لكم اليوم ماهوش كيما الكروك مسيو العادي اللي بالجامبون اللي تعرفوه دونك والا باللاغدون ولا غيره دونك هنا عملناه احنا اليوم بالتون باش نعملوا معاه الفخوماج لي تخوا فخوماج هما الحقيقه رابي من عند مرياح لي تخوا فخوماج هذوما باش يذوبونا في قلب كعبات الكروك مسيو خاطرهم 100% حليب نكهتهم ياسر بنينه دونك جربوهم اكيد باش يعجبوكم يجيوكم غابي اومبالي حاضر باش كيف ما تشوفوا فيهم هنا على الطاوله عندي. نرجع لهذيا الخبزه الثانيه اللي ديجا ترنخت امورها واضحه وفوق على الوجه اش نعمل؟ ناخو موتزاريلا من عند مرياح ربيتها، الموتزاريلا هذيا من بعد باش تذوب تعطينا ليلاستيسيتي هذيك نحبوها الناس الكل وتعطينا حاجه مزيانه نكهه بنينه برشا، دونك نستعمل انا الحقيقه الموتزاريلا على الوجه لانها تستحمل السخانه اكثر من اللي فخوماج الاخرين الكل، دونك هذيا الموتزاريلا حطيناها باش نكمل انا بنفس الطريقه كعبات لي كروك مسيو نحضرهم ومن بعد نرجعوا مع بعضنا في محضر البرياني هذوما يطيبوا في وقت قياسي الكوشه لازمها تسخن على 180 حتى 200 درجه ما يسيرش ندخلوا فيها كعبات الكوك مسيو يعملوا الغراتيناج نتاعهم نقولوا احنا غراتيناج يتحمروا ويطيبوا شويه وقتها نخرجوهم ونقدموهم مع البرياني. هوني البرياني نحب نوريكم حاجه لو يسمح السيد المخرج دونك شوفوا كيفاش الوجه نتاعو
الخطاب وبدا يعطينا الثقوب هذوكم دليل على كونه شرب الماء نتاعو بالقدا وبدا قريب باش يطيب. هنا انا اذا الارز نتاعي بسمتي باش نسكر عليه نخليه ناقص شويه طياب ونخليه يكمل يطيب في الفابور نتاعو هذاك يعرق احنا نقولوا على المرقه والجو نتاعو هذاك الكل باش يشربوا يطيب في حكاره وما يجيناش معجن الرز نتاعنا. نمشيو لفاطمه بعد شويه تجيو لطاوله الماكينات. نحكيو تويكا اورغانيكا مع مدام حنان العايشي صاحبة مشروع اورغانيكا. نعطيك الكلمة مدام. عايشك يا فاطمة. أول حاجة نحب نذكر بأورغانيكا اللي هي شركة تونسية مختصة في تثمين التين الشوكي البيولوجي اللي هو الهندي البيولوجي، ماخذ دي سيرتيفيكا انترناسيونال باغ لورغانيزم اي كونسيرت كيما تراو. أورغانيكا اللي توفر تستعمل التين الشوكي في منتوجات تجميل طبيعية ومكملات غذائية طبيعية. اليوم باش نحكي على الباك أنتيغيد اللي هو باك غني بزيت قلوب الهندي اللي يعتبر زيت قلوب الهندي الويل دو بيبان فيك دو بارباري parmi les plus précieuses et les plus chères huiles au monde تويكا. على خاطر زيت الحقيقة عنده منافع لا تحصى ولا تعد على البشرة ويستعملوه لي غران مارك انترناسيونال في المنتوجات نتاعهم اللي هو عنده هو يعتبر ان اكتيف انتي ريد يوقف التجاعيد يحيي الخلايا الميتة غني بالمضادات الأكسدة غني بالفيتامين غني بالأوميغا 3 والأوميغا 9 اللي هما يعاونوا في تجديد الخلايا ويغذي البشرة اون بروفوندور وان بلوس يوقف التجاعيد او اون بريفنتيف زيد خاطر احنا ابارتيغ من 25 سنه ما فيها بس نبداو نستعملوا منتوجات تاخر الشيخوخه وتغذينا البشره نتاعنا وان بلوس اللي طلع لها لي غيد ينقص في لي بروفوندور نتاع لي غيد نتاعو يكبس البشره وهذا راهو حاجه هذا راهو علميا اثبت علميا وعملوا عليه دي زيسي كلينيك جربوها على العباد لقى دي ريزولتا باهيه برشا في سواء في الريزولتا لي بريفنتيف باش ياخر ظهور الشيخوخه والا ينقص في لي بروفوندور نتاع لي غيد ويغذي البشره ويعطي نضاره للبشره ومام ينقص في لي تاج برو. هذايا موجود اللي هو زيت قلوب الهندي موجود في الباك هذه وعاملين منه ان جيل نيتوايون تنظف به البشره نتاعك سون سلفات بدي تونسيو اكتيف ناتوريل وتغذي البشره نتاعك اون بلوس تنظف البشره وتحافظ على درجه الحموضه نتاع البشره دي تيل فاسون البشره ما تشيحش وما تعملش القشره سورتو في الشتاء الناس الكل نتعرضوا للحاجه هذه كي ما ننظفوش البشره نتاعنا ببرودوي يوالمها وببرودوي ينحي لها الفيلم يدغولي اللي يحمينا البشره نتاعنا. هذا هو الجيل نيتوايون الموجود في الباك هذه وفي الباك هذه زاده موجود القماش نتاع الهندي اللي هو ينظف البشره وينحي القشره الميته وينحي لنا الشوائب من البشره نتاعنا. والباك هذه زاده فيها ويل دو بوتي كونتور دو زيو. الويل هذا فاطمه عنده 3 اكسيون اللي هو بور لي ريدول الصغار تحت العين خاطر غني بزيت قلوب الهندي ضد الهالات السوداء خاطر غني بالفيتامين او وزيت قلوب الرمان اللي هو عنده ان بوفوار انتيوكسيدونت عالي على الاخر. الويل هذا الويل دو كارتام اللي فاسيليت لا سيركيلاسيون لنفاتيك دونك به تو سكي بوش تو سكي هالات سوداء يعني العباد اللي عندهم مشكله نتاع هالات سوداء وبالفاتيك والتعب وتويك التليفون يسبب الهالات سوداء دونك الزيت هذا سي تري افيكاس. الباك هذه الكل ب 149 دينار اكاهو واورغانيكا تزيدكم معاها اون بوم ا ليفغ غراتويت ايدغاتونت ريش ان ميل وريش بالشهد نتاع العسل ناتورال. باهي برشا. هي قداش فيها من حكايه معناها هذه فيها الويل دو بيبان دو فيك دو بارباري الكبيره فيها جين نيتوايون ايدغاتونت وريش بالويل دو فيك دو بارباري فيها الويل دو بوتي كونتور دو زيو وفيها القماش ونسيت الماسك وديكلا اللي هو غني بالتين الاصفر اللي هو لارجيل جون والاكسخي دافوان والفيك دو بارباري اللي يعطي نظاره
البشره ويدغاتون تو ميم طون والدبابز كبار ويشدونا يجي 3 اشهر في البيت. يعطيك الصحه. الويل دو بوتي ويل دو كونت فيك دو باربري 30 مليلتر بريسك تشد اونتر 3 و 4 موا جي نيتويون 250 ميل والماسك ارجيل 120 غرام تستعملوا مره في الجمعه القماش 120 غرام تستعملوا مره في الجمعه ويل دو بوتي كونتور دو زيو تشدك اونتر 1 موا و 1 موا و دمي هذيا 10 مليلتر السيرفاس ديجا صغيره 2 à 3 gouttes, termes de massage circulatoire pour faciliter la circulation sanguine. Oui, utilisez les 5 قطعات حاشيكم ب 149 49 ومعاهم ليفريزون ومعاهم نوصلوا لهم الكامل تراب الجمهوريه ليفريزون غراتويت ونزيدوهم بوم ليفغ غراتويت مع عندهم هي برشا ستقطع يا باهي برشا وبرودوي اباز دو فيك دو باربري بيولوجيك سي سيرتيفي ديجا الحمد لله مع اورجانيكا ديجا معروفه بها الحكايه هذه اي اي هذا الباك الاولاني الباك الثاني سالونا عليه برشا الحصه الفايته اللي هو الباك انتي شوت للبروبليم نتاع الشعر والشوت نتاع الشعر احنا الباك هذه متكونه من 3 برودوي حمام زيت قبل الدوش اللي هو متكون من 8 زيوت طبيعية منها زيت الغمران اللي هو الإكليل اللي هو الدراسات والبحوث العلمية أثبت اللي هو يعاون في تطويل الشعر ويوقف الشوت نتاع الشعر فيه زيت الحريقة فيه زيت الخروع فيه زيت الحبة السوداء فيه زيت الحبة الرشيد الكروزون اللي عندهم أن بوفوار باش يعاونوا في تطويل الشعر ويوقفوا الشوت وان بلوس يغذيو الشعر هذا حمام زيت يتعمل قبل الدوش ماكسيموم ساعتين راهو نوسيون غالطه باش نباتو وشعرنا في زيت على خاطر بعديك زيد يعمل في العكس يولي يطيح الشعر هذا باندويل قبل الدوش تعملوا ماكسيموم ساعتين ومينيموم نص ساعه راهو حتى كان نسيت وقلت يعني مش تدخل للدوش قبل بنص ساعه لارجومون سيفيزون تعمل ان باندويل نلفو بحاجه باش تسخن يدخل يعاون يدخل في فروه الراس وهذا هو الباندويل اونتي شوت الباك هذه زاده فيها الويل سيش Au lieu sérum, huile sèche, sans silicone, sans paraben, غني بزيوت طبيعية معصورة على البارد ومنها زيت قلوب الهندي زيت السمسم زيت اللوز الحلو زيت الكختام الزعفران سوفاج هذايا اللي فاسيليت لا سيركيلاسيون سانغين وزيت لافونت بي ليسونسييل دو لافونت وي ليسونسييل دو لارب راتي اللي باهين تو سكي انتي فانجيك يعني العباد اللي عندها مشكله نتاع قشره و بيليكول سي تري افيكاس اللي هو هذا ويل سيش ويل سيش تستعملو اوليو سيروم تستعملوا سوا كوتيديان يغذي لك الشعر نتاعك ويعاون على ستيمول لابوس خاصه الشوفو سيك تنجم تعمل علي غاسين بعد ما تخرج من الدوش على خاطر المسامات محلولين فروه الراس سخونه والمسامات نظاف فاسيليت لا سيركيلاسيون سانغين دونك ستيمول لابوس او ميم طون يعني تنجم تربح دو زونا تعمل هذاك قبل الدوش وتعمل هذا بعد الدوش وفي وسط الجمعه تعملوا علي لونغور تغذي الشعر نتاعك تحميها من البوليسيون و نوري و هيدراتون تو ميم طون البرودوي الثالث اللي هو ليدغولا دو غومارا مي الكليل المقطع في الباك هذه مي الكليل كما قلنا اللي هو البحوث العلميه اثبت اللي هو باهي برشا في تطويل الشعر وينقص في الشوت نتاع الشعر هذايا تعملوا سواء تزيدوا الشامبو كي تغسل شعرك والا بعد ما تخرج من الدوش فروة الراس سخونة وتشيح شعرك وتعملوا سو فورم ان مساج سيركولير عاد الدوش بعد الدوش سورتو لو شوفو غرا خاطر يعمل ريغولاسيون تسيبا و ستيمول لا بوس ويعاون في يوقف في الشوت هي هذايا لي دغولا دو غومارا هذايا تخوا هذايا باك دو تخوا برودوي هذايا ب 69 دينار اكاها من عند اورجانيكا سبيسيال ميك وليفريزون بالفلوس ولا بلاش الحقيقه احنا عاملين ليفريزون اقل من 120 دينار 7 دينار فهمت وفوق 120 دينار ليفريزون غراتويت اما توصل كامل تراب الجمهوريه كامل تراب الجمهوريه و 24 اور اونتر 24 اور 48 اور هي البرش هذه الباك كونتي شوت كملناها تويكا باش نرجعوا لورغا سليم اللي هو خل الهندي البيولوجي واللي هو معمول بطريقه تقليديه بيولوجيه فينيغر نو باستوريزي يقعد يتخلل بريسك ما بين 9 شهور وعام
سيرتيفيي بيو ميدايي في الكونكور ناسيونال دو برودوي تيروار. خلي الهندي غني بالبوتاسيوم مانيزيوم فير باللي فيبر انسولوبل باللي فيتامين عنده منافع كبيره على الصحه واهمها انقاص الوزن يعاون في حرق الدهون يعاون يطيح التونسيون يعدل السكر به برشا العبيد اللي عندهم بالونمون من الجمعه الاولى يظهر البالونمون عندهم خاطر عندهم بالونمون عندهم مشكله في المسرانه الخشينه الفاسيليت لا ديجستيون يعاون على اخراج الغازات به برشا تسكي موفيز ديجستيون يهضم خاطر يعاونك في عمليه الهضم ويعاون مرضى السكر وما نقولوش نحيو دويهم يعاونهم مع الدواء في ريغولاسيون دي غليسيمي وكوليسترول والناس اللي عندها القرحه مدام يظل لا. انا ديجا نسال اول كيسيون اللي عندها قرح خاطر هو كيما القرص سيد لاسيد اسيتيك ناتوريل اللي عنده قرح حتى الطبيب يقول له ما تشربش الروزاتا ما تاكلش حاجه حامضه اللي عنده قرح لا هو سيد لاسيد اسيتيك ناتوريل ديجا احنا نسالوه الكيسيون هذا عندك السير نو والمراه الحامل لا كيفاش نستعملوا هذا الدوزاج كيفاش ناخذوا 10 مليلتر في كيس ماء الصباح اجون به برشا العباد اللي عندهم بالونمون وبه والعباد اللي عندهم اكس يعني اللي ديابيتيك به له وقبل العشاء بربع ساعه قبل الفطور الصباح بربع ساعه قبل العشاء بربع ساعه في كاس ماء دافي شويه تو الطقس بارد خاطر نعرفوا الماء الدافي يعاون في البرولاج دو غريس وايديالمون تاخذ كور دو 3 موا خاطر البوتي فيها 250 ميل تشدك 15 جور اكاهو خاطر تشرب 20 مليليتر باغ جور باغ جور دونك عندنا لي باك كومبلي نتاع 3 موا عاملين مع اون ويل دو مساج اون تيسيليليت العباد اللي عندهم فيها الويل دو مساج هذه فيها 5 ويل ايسونسيل يعاونوا في الفاسيليت لا سيركولاسيون ويعاونوا في البرولاج دو غريس لامفاتيك ب 115 دينار في 6 بوتي ومعاه الويل دو مساج هذه والميني باك اللي العباد اللي تحب تجرب وتشوف بتاع شهر ونص ب 63 دينار ومعاها الويل دو مساج هذا فهمتك وين نلقاوهم توا البرودوي نتاع اورجانيكا احنا عندنا لي غوفوندور نتاعنا في المرسى تنجم تجيونا احنا اللابوراتوار نتاعنا في نابل سامحني وموجودين على الباج فيسبوك نتاعنا اورجانيكا وباج انستغرام اورجانيكا تونيزي نوصلوا كلمة تراب الجمهوريه وتنجموا تكلمونا على نوامرنا اللي موجودين اللي هما 23 941 557 54 377 487 وتنجموا تدخلوا الباج فيسبوك نتاعنا يشوفوا لي برودوي عندنا لي بوتيك نتاعنا يشوف لي برودوي نجم يكماندي اون لين ينجم يكلمنا ونوصلوا كامل تراب الجمهوريه وينجم يجي بحذانا اللابوغاتوار نتاعنا. مشكوره مدام حنان زيد نحب نعاود نذكر اللي الخل الهندي نجم نحطوه حتى فوق السلايطه ولا حاجه نحطوه فوق السلايطه خاطر هو فينيغر ناتوريل فيرمونتاسيون بيولوجيك نزيدوا على السلايطه تنجموا تعملوا في برشا يعملوا البواد ديتوكس هذاك تنجم تعملوا في دبوزه تشرب تاع لتر ونص على طول النهار اما تحط 20 مليلتر ما تتعس صباح والعشاء اي تحط 20 مليلتر وتزيد معاها كعبات بسبيس البسبيس الكعب هذاك به برشا تسكي ديتوكس نجم تزيد معاها الكانيل زاده به برشا تسكي ديتوكس اما تزيدش معاها القارص خاطر سي لا ميم غول هو القارص مشكوره مدام حنان العياش يعطيك الصحه المعلومات هذه من الكل اللي هي صاحبه شركه اورجانيكا خلينا نخرجوا فاصل ومن بعد نرجع عارف اوتيل ياسر مزيان سورتو الماكله سورتو الماكله ياسر بنينه هاي والله في مين دينا كم سامحني خويا تحكي على الاوتيل هذا اي انا ريزيرفيت ب 100 دينار 100 دينار وين كيفاش ب 105000 كيفاش عملت يا اخي ما تعرفوش لي برتا فواياج احسن سوم وافضل سيرفيس كي تقول اوتيل افضل الاسعار تقول libertavoyage.com بشرى سارة لمعتمرين في تونس وخارجها ليبرتا تبدع في تكوين برامجها وتتحدى الصعوبات وتجمد الأسعار من جديد للمزيد من المعلومات libertavoyage.com أو الاتصال على 71 90 56 56 ليبرتا للأسفار والسياحة حجاجنا ومعتمرينا في مم وعينينا
طلت الأحباب والجارة عالخير تلمينا غمزة وضحكة وتبارة على عزاز علينا ياللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا سيكا مية العمارة وبسرها تزهينا ياللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا سنة. نخدمه في أرض كريمة بجهدنا ويدينا ومن مزارعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان أجبان مرياح سرها صنعة اليدين حرفة واتقان كل العاملين وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين تن البدر صحة ونكهة وبنة عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر انت الحرة بين نساهم انت الفن وانت للاهم تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة طيب نقلي ولا نشوي معونا كله ما يلصقش فوق الغاز ولا في الكوشة كي تغسل ما يتجرحش هذا المعون وهذه أحسن جودة خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة أحسن ما في السوق يكون باقي العائلة بيديك انتي تحفل وتمنى المايدة OMS Cuisiner autrement. اليوم بروموبيل مع OMS باتري فيها 38 بيس جراني ما يلسقش وما يتخبش ب 899 دينار وتنجم تخلص على 6 شهور OMS cuisiner autrement